صلاة التراويح تتراوح بين 3 ركعات أو 2 ركعة تمتد في بعض الأحيان للـ30. نحن لسنا ضد الدين ولسنا ضد التدين، ولكن الاعتدال مطلوب. نطالب من الإمام يبقى الآيات تبقى خفيفة شوية، يعني عشان طبعا ما فيش مطلع في الصلاة والناس ما تزهقش، يخفف في الصلاة شوية وفي آيات تبقى صغيرة شوية عن المصلين. استحاب الأطفال لصلوات التراويح بتبقى حاجة كويسة على سن الطفل يتعود على الصلاة، لأن طبعا أي طفل بيشوف الحاجة اللي بيعملها والده أو والدته فهو بيكررها، ودي حاجة كويسة مش وحشة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضع سيدنا الحسن والحسين على قدميه وهو في الصلاة ويقول هذان ابنان من أحبهما فقد أحبني. زحمة الناس في المساجد، بتلاقي مساجد معينة فيها زحمة كتيرة جدا ومساجد تانية العدد فيها قليل، فلو الناس توزع نفسها على أن يعمر مساجد بيوت الله في الأرض كلها والناس تقف وتصطف بتنظيم وتحترم الصلاة وتحترم الشهر الكريم، ده هيبقى شيء عظيم جدا لنا كمسلمين. أهلا بحضراتكم. فضيلة الإمام، يعني أنا لما بعد الفطار بغير هدومي وبتوضى الأول وبغير هدومي، وحد كده بيحط برفان كده حلو أو مسك أو حاجة وبروح يصلي التراويح وهو حابب ده، صدره منشرح لده، ما بيبقاش بيبص في الساعة ولا بيقول ده أنا رجلي تعبت، هل الإمام هنا مطالب إن هو يخفف عشان الناس اللي جات تصلي وراه؟ تجربة المسلمين تجربة عميقة وكبيرة. هم قسموا القرآن وطبقا للحروف إلى 30 جزء، وذلك من أجل رمضان. تقرأ بقى جزء كل يوم، كل جزء يساوي الجزء الثاني في عدد حروفه، مش في عدد لا كلماته ولا آياته ولا صوره ولا كذا إلى آخره، في عدد الحروف تقريبا، يعني ممكن تزيد 10 حروف علشان آخر صورة آخر بتاع حاجة زي كده، لكن 30 جزء هي معمولة من أجل هذا. بعدين تطورت المسائل وقسموا الجزء نصين وسموا كل جزء حزب، تطورت المسائل وربعوا الأحزاب فبقى فيه الربع، والربع ياخد له 2.5 صفحة تقريبا، ف 240 ربع، ما هو الجزء فيه 8 في 30 ب 240 ربع. ال 240 ربع لما تضربهم في 2 يبقى 480، لما تضربهم في نص يبقى 120، صفحتين ونص ده الربع، يبقى المجموع 600. تفتح المصحف تلاقي 600، صحيح 600 603 604 حاجة زي كده، علشان بس الترويسة بتاعت المفصل. طيب يبقى الربع حوالي ايه 2.5 صفحة. فبيجي اللي بيصلي 8، اللي بيصلي 8 بيقرأ 2.5 صفحة عشان يخلص، لانه 8/4 اللي هي بتساوي جزء، فهو عايز يقرأ الجزء فبيخليه على 8. فالناس بتتعب، اللي هو زي ما قالك كده خليه بس طب يقرأ آيات خفيفة كده علشان ما زهقش ورجلي ما توجعنيش وظهري مش عارف يعمل ايه وكده، لانه بيقرأ في الركعة الواحدة كام 2.5، مظبوط، صفحتين ونص، وفي الركعتين 5 صفحات كتير. الصفحة بالضرط كنار اللي هي انها تبدأ بآية وتنتهي بآية وتبقى 15 سطر، الجزء بياخد 20 ورقة، العشرين صفحة يعني 2.5 × 8 بتساوي 20. فباجي أنا في المسجد بتاعي بعمل إيه؟ بنصلي 8 الركعة بصفحة مش بصفحتين ونص، تمام، قمت لها خفيفة وتلاقي أخينا ما هو صفحة، يعني أنت صفحة دي معناها ايه؟ معناها 50 اللي التاني بيعملها، يعني انا بخلص الركعة في 40% من الوقت الذي ينتهي منه الاخر اللي تقل على الناس ده.
وبسيب 60%. لما تصلي معايا 8 ركعات انت عايز تلتزم بحكاية الثمان ركعات دي وطاقتك كده بتسمع 8 صفحات حلوي 8 صفحات مش 20 صفحة لسه فاضل 12 مزبوط. ونيجي عاملين ترويحة كده بعد الثمانية قوم اللي يقوم يمشي يمشي ده في الدرس اللي عايز يقوم بعد الثمانية يمشي يا ندي درس نخلي الناس تجدد وضوءها ندي فرصة ياكلوا بلحايا ولا حاجة علشان طاقة كده بحيث انه المجهود بتاع الثمانية يعني كده. وغالبا ما بيبقى فيه درس او يبقى فيه كله ده لكن فيه فسحة الناس مشيت. مين الناس اللي مشيت؟ انا حاضر معايا 100 منهم 30 مشيوا اكتفاء بالثمانية في امانة الله. نقوم بقى نصلي ال 12 اللي فاضلين. ايوه واخد بالك؟ ايوه ب 12 صفحه يبقى الجزء تم ويبقى تمام التمام. ونفضل عاملين كده لغايه العشره الاواخر من رمضان. في العشره الاواخر من رمضان نعمل التهجد. ونعمله قد ايه؟ نعمله 8 بدل 16 بتوع المدينه ما عملوها. أيوة ها؟ وفي ساعات نعمله 16 لما يكون في بقى ايه الناس عايزة او معتكفين وجايين بقى عبادة يعمل بيه 16 وهكذا. يبقى اذا احنا ممكن زي ما الخريطة برسمناها دلوقتي نصلي بكل حاجة. صلينا 8 ومشينا بعضنا كمل على 20 بعضنا كمل على 23 بعضنا كمل التهجد على ما تصلاش التلاتة واستنى التهجد فصلاه 8 او صلاه 16 ووتر بالتلاتة في الاخر واذن الفجر. نعم فاذا انا قدامي خريطة اوزعها فاكون عملت كل حاجة. المسجد عمل كل حاجة لكن الفرد يتخير لنفسه ما يستطيع. فرد الامام في جزئية ممكن أصلي التراويح وراء الإمام بصليها معاه من العشاء وحتى نهاية التراويح بس أنا في نيتي أن أنا عايز أصلي التهجد بالليل وبرضو عايز أخد فضل أن أنا صليت العشاء وراء قيام الليل عشان تحتسب قيام ليلة كاملة. هنا أصلي الوتر مع الإمام عشان أكون تميت مع الصلاة كاملة بما سبق حتى من العشاء ولا أخرج قبل الوتر؟ وهل لو صليت الوتر وراء الإمام ومش قادر أنام عشان اول ما اصلي التهجد بس انا عايز اكمل قاعد لسه هل ده يحرم؟ لا ما يحرمش ولا حاجه. ولما تحب تصلي وعندك همه لصلاه اخرى ورا العشرين فده جائز لانهم صلوا 36 قلنا ما تصليش الوتر لانه لا وتران في ليله واجعل اخر صلاتك بالليل وترا. ومن اجل الحديثين دول بقول لك ما تصليش الوتر. تروح بقى لما تقوم تصلي 16 ركعة لوحدهم مع نفسك كده مفيش مانع وبعدين تجيب الوتر ولو بركعة. نعم طيب ادي دي صورة. الصورة التانية انك انت صليت الوتر عايز اخد ثواب مع الامام حتى مش عايز ولا حاجة نسيت قاعدين نصلي رحت قايم نصلي الوتر مع الامام وبعد كده اشتقت الى ان انا اصلي بعد الوتر فماذا افعل؟ الشافعي حلها لنا قال تجيب وتر ايوه مع الامام تجي ما خلاص جبنا الوتر مع الامام صحيح ثلاثة صحيح وبعدين انت عايز تصلي تاني ايوه فتجيب وتر اقوم تاني لا تسيبك خلاص بقى الامام وسلمنا تمام وروحت البيت او انتقلت في حتة من المسجد فتصلي ركعة فلما صليت ركعة او شفعت ما أوترت يعني انت صليت ثلاثة أيوه. وصليت دلوقتي ركعة ركعة اللي هي الرابعة يعتبر بقيت الرابعة منفردة. وسلمت تمام صلي اللي انت عايزه وبعدين انتهي بوتر. نعم يبقى نعم. انت نعم. في الليلة دي عملت كام وتر؟ ثلاثة واحد مع الإمام واحد مع الإمام واحد علشان تشفعه عشان اشفعه واحد في الاخر في نهايه التهجد في اخر الليل قبل الفجر مظبوط يبقى ما عملتش وترين انت عملت ثلاثه يبقى خرجت من المحظور نعم وخليت اخر حاجه عندك
هي الوتر. هي الوتر. يبقى خرجت من المحظور. نعم. يبقى لا حديث اجعل اخر صلاتك بالوتر بالليل وترا سبته، ولا حديث لا لا وتران في ليلة سبته. انت عملت الحديثين مع بعض ازاي؟ باني عملت ثلاثة مش عملت اثنين. نعم اكيد. باني عملت ثلاثة، واحد مع الامام واحد عشان اشفعهم، واحد في الاخر. نعم. هل الاجر والثواب في صلاة القيام او في صلاة التراويح وحتى في التهجد يرتبط بمدى تركيز المأموم؟ بمعنى ممكن واحنا بنصلي لو الامام بيصلي العشرين او حتى التمانية، ساعات الواحد بيبقى مركز، بيجي فترة في الركعة بيسهو تركيزه بيقل، هنا الواحد بيأنب نفسه لكن ما بيقدرش وبيقاوم نفسه بجدب ما بيقدرش. ماذا عن السهو في صلاة التراويح خاصة انها طويلة؟ الثواب على قدر ما عقلت من الصلاة. نعم. انت عقلت كم في المية من الصلاة؟ 70، يبقى هتاخد الثواب بتاعك على 70 دول. نعم. طب 100% هتاخد على 100%، طب 10% هتاخد على 10%، فانت مثاب انت لك الثواب. طب ما فيش وسرحان والهم راكبني وكله ده، هاخد ثواب الاداء. ثواب الاداء مش ثواب الخشوع والتدبر. نعم. وهكذا. نعم. فانا مثاب ولكن قيمه الثواب دي صحيح. هتختلف باختلاف التركيز ما بقى. عقلت من الصغير. نعم. طيب استاذنا حضرتك، بعد الفاصل نتحدث في جزئيه بعض المصلين بيحملوا المصحف الشريف لكي يتابعوا وراء الامام لكي يكون اشد تركيزا، هل ده امر مستحب في صلاه التراويح ولا؟ ان شاء الله بعد الفاصل ابقى معنا.